Verb to have. عايز تعرف استخداماته المختلفة وتوصلك المعلومة بكل سهولة؟ تابع معايا مجموعة الفيديوهات دي وبعدها إن شاء الله مش هتقابل أي مشكلة تاني مع Verb to have. Hi there. أنا محمد سلام وإنت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم. ده الجزء الأول من مجموعة أجزاء هنتعلم فيها Verb to have واستخداماته المختلفة. في الفيديو ده هنتكلم عن have, has, had. وأول حاجة محتاجين نعرفها إمتى بنستخدم have وإيه هي الضمائر اللي بتيجي معاه، وإمتى بنستخدم has وإمتى لازم نستخدم had. إحنا كلنا عارفين إن ضمائر الفاعل subject pronoun عددهم 7، 4 منهم اللي هم I, you, we, they، دول كده مع بعض بالإضافة لأي اسم جمع بياخدوا have. وعندنا 3 ضمائر مفردة he, she, it، ومعاهم أي اسم مفرد دول بياخدوا has. وطبعا have أو has دول بيكونوا موجودين في زمن المضارع البسيط، لكن في الماضي الموضوع أسهل وأبسط لأنه عندنا شكل واحد بس بنستخدمه مع كل الضمائر والأسماء وهو had. يبقى have وhas دول بنستخدمهم في المضارع. عندنا 3 ضمائر بياخدوا has اللي هم he وshe وit، وعندنا 4 ضمائر بياخدوا have اللي هم I, you, we, they، لكن كل الضمائر 7 في الماضي بياخدوا had. بشكل عام احنا بنقدر نستخدم have في الجمل المثبتة affirmative، والجمل المنفية negative، وفي السؤال question. لو حس انك مش فاهم ما تقلقش، كمل بس معايا الفيديو ومع الامثلة هتفهم كل حاجة. طيب، كل اللي فات ده كلام عام، واحنا تقريبا قسمنا نفس التقسيمة مع verb to be ومع verb to do، لكن معنى بقى verb to have ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا he has a cat، يا ترى معنى الجملة دي ايه؟ احنا عارفين ان he يعني هو وcat يعني قطة، يبقى has هنا معناها ايه؟ خمن كده وقول لي. ايوه، يعني هو يملك قطة او لديه قطة او عنده قطة، زي ما كلنا بنتكلم في حياتنا اليومية هو عنده قطة. يبقى احنا كده عرفنا خلاص اننا لما بنكون عايزين نعبر عن الملكية بنستخدم verb to have، يعني هو لديه او هو عنده حاجة ملكه يعني. طيب، قبل ما ننقل لجمل تانية تعالوا نطبق كل اللي احنا قلناه على الجملة دي. he has a cat، لو طلبت منك تغير الضمير هي وتستبدله بآي، يا ترى هتعرف؟ هترد عليا وتقول لي ايوه هعرف طبعا، هو انا صغير يعني. هنقول I have a cat. تمام كده، ممتاز. I have a cat، انا عندي قطة، عشان احنا قلنا ان الضمائر I, we, you, they دول بياخدوا have. معنى كده انك تقدر تشيل I وتغيرها ب we او you او they ومفيش اي حاجة هتتغير لان كلهم بياخدوا have. طيب، لو طلبت منك تشيل الضمير they وتحط مكانه منى، يا ترى هتقول ايه؟ هتقول منى has a cat ولا منى have a cat؟ هترد عليا وتقول لي اكيد هنقول منى has a cat. ليه؟ عشان احنا ممكن نستبدل منى بالضمير she وshe بياخد has. لو هنقول مثلا منى واحمد، في الحالة دي هنقول have منى and احمد have a cat. طيب، خلينا هنا نسأل سؤال. he has a cat، الجملة دي affirmative ولا negative ولا question؟ لو مش عارف انا هجاوب مكانك. الجمل المنفية النيجاتيف احنا كلنا عارفين انه بيكون فيها not، لكن الجملة اللي قدامنا دي ما فيهاش not، يبقى دي جملة مش منفية. طيب، هل دي تنفع سؤال؟ هو عنده قطة كده ده سؤال؟ اكيد لا، انا هنا بعرفك ان هو عنده قطة، مش بسألك هل هو عنده قطة ولا لا. فاضل عندنا كده ايه؟ الجمل المثبتة او الجملة المثبتة الافيرماتيف، ودي فعلا من الجمل المثبتة. يعني ايه مثبتة؟ يعني جملة انا بقولك فيها معلومة، مش بسألك ولا بنفي اي حاجة معينة. طيب تمام، لو انا عايز اقولك بقى ان هو كان عنده قطة، يا ترى هنقولها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، هنشيل has ونحط had. he had a cat، هو كان عنده قطة. يا ترى هو لسه دلوقتي عنده قطة؟ اكيد لا،
ممكن بقى يكون باع القطة دي وكسب فيها، أو القطة خبطتها عربية، أو ماتت أو ضاعت أو حصل أي حاجة، المهم إن القطة دي خلاص ما بقتش موجودة عنده. طيب لو عايزين نستبدل الضمير هي بوي مثلا، يعني هنقول إيه؟ هنقول we had a cat، إحنا كان عندنا قطة. هتقولي الله، هي هتاخد had ووي برضو هتاخد had؟ هرد عليك وأقولك أيوة، عشان احنا قلنا ان verb to have في الماضي بيكون ليه شكل واحد بس وهو had. نخلي بالنا ان كلمة verb to have دي كلمة عامة بتتقال على have وhas وhad، زي ما كنا بنقول على verb to be am is are was where. تمام كده؟ طيب كل الضمائر والاسماء سواء كانت مفرد او جمع بياخدوا had في الماضي. طيب عشان تكون معايا وما تسرحش مني، احنا قلنا في الكام دقيقة اللي فاتوا إن verb to have بيكون ليه شكلين في المضارع، هما have أو has، وعرفنا إيه الضمائر اللي بتاخد have وإيه الضمائر اللي بتاخد has، وفي الماضي عندنا شكل واحد بس مع كل الضمائر اللي هو had، وأول استخدام كان معانا في الجمل المثبتة الـ affirmative. طيب تاني استخدام معانا بقى هو إيه؟ النيجاتيف، النفي، وعايزك تركز معايا جدا في النفي عشان في ناس بتتلخبط فيه كتير. الجملة بتاعتنا he has a cat، يا ترى عشان ننفي الجملة دي هنعمل ايه؟ اول حاجة محتاجين نعرفها ايه الزمن المستخدم في الجملة؟ زمن ايه؟ احنا لسه قايلين انه هو simple present، المضارع البسيط، صح كده؟ تمام. واحنا عارفين ان النفي بتاع زمن المضارع البسيط بيكون يا doesn't زائد المصدر يا don't زائد المصدر، والمصدر بتاع verb to have هو have، يعني has مش مصدر وهاد مش مصدر، لكن هاف هو المصدر. لو مش فاهم الكلام اللي بقوله ده كمل بس معايا الجزئية دي وهتفهم كويس بالأمثلة. يبقى عشان ننفي الجمل اللي موجودة عندنا هنستخدم يا doesn't have يا don't have. الضمائر he وshe وit هتاخد doesn't، أما بقية الضمائر I you we they هتاخد don't. تعالوا بقى نطبق الكلام اللي قلناه ده على أمثلة عشان نفهم كويس. He has a cat، هنا عندنا الضمير he، يا ترى هنستخدم doesn't ولا don't؟ أكيد هنستخدم doesn't، والنفي هيكون بالطريقة دي he doesn't have a cat، هو ما عندوش قطة. طبعا انت دلوقتي ممكن تقولي الله، هي he بتاخد have؟ هرد عليك وأقولك أيوة، احنا في النفي هنا مش في الإثبات، دايما have بيكون موجود في النفي، لكن الاختيار هيكون بين doesn't ولا don't، ده طبعا على حسب الضمير، لكن have دي ثابتة معانا في النفي دايما. هتروح تسألني الله مش انت لسه قايل من شوية ان has بتيجي مع he و she و it؟ هرد عليك تاني واقولك برضو ايوة ده صحيح، لكن التقسيمة دي في الجمل المثبتة، مع النفي بيكون دايما have، لكن have و has دي بنفكر فيها مع الجمل المثبتة، واحنا لسه قايلين من شوية يعني ايه اصلا جمل مثبتة. يعني احنا كنا بنقول he has a cat، we have a cat، دي جمل مثبتة، لكن في النفي هنقول he doesn't have a cat، he doesn't have a cat، او هنقول we don't have a cat، we don't have a cat. لاحظ الفرق، في الجمل المثبتة استخدمنا has و have، لكن في الجمل المنفية استخدمنا have بس. طب الاختلاف فين؟ الاختلاف هيكون يا doesn't او don't، وده بنحدده على حسب البروناون، على حسب الضمير، he و she و it بيجي معهم doesn't، وبقية الضمائر بيجي معاهم don't. تعالوا بقى نحل شوية اسئلة بشكل سريع عشان ما طولش عليكم اكتر من كده، وعايزك تطمن حتى لو ما فهمتش احنا لسه هنكمل في الفيديوهات اللي جاية، وبإذن الله مش ممكن تشوف الفيديوهات بالكامل وتشتكي بعدها انك لسه مش فاهم، ان شاء الله ده مش هيحصل ابدا، بس طبعا طبعا لازم تراجع الفيديو ده اكتر من مرة وتحل تمرينات عليه كتير، لان الاسئلة بالتحديد هي اللي هتخليك تفهم بشكل اكبر. تعالوا بقى نحل السؤال ده مع بعض. منى blank a large family، have has. منى ده مفرد ودي جملة مثبتة، عشان كده الاختيار الصحيح هو has. السؤال الثاني، منى doesn't blank a large family، have has. Mona doesn't blank a large family، have has، عشان دي جملة منفية وفي النفي دايما بيجي have. تمام كده، لكن خلي بالك ان هنا في شوية معلومات لسه ناقصة هقولها لك ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية.
ما تستعجلش، مش عايز أقولك كل المعلومات مرة واحدة والدنيا كلها تدخل في بعضها. عندنا سؤال كمان. They blank have a large family. Don't, doesn't. أيوة برافو عليك، هنختار don't عشان الضمير هنا هو they، وthey بياخد don't مش بياخد doesn't. سؤال كمان. A snake blank legs. Don't have, doesn't have, doesn't has. منتظر إجاباتكم في التعليقات، ومعادنا إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. اوعى بقى الفيديوهات والأجزاء الباقية تفوتك من verb to have. مع السلامة.